أعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن شكرها للحكومة المصرية على استضافتها مؤتمر المناخ COP27، وأضافت بيلوسي أن القارة الأفريقية كانت مصدراً لتعلم الكثير، وأن بلادها ترغب بتحقيق مزيد من التعاون مع القارة السمراء في الإطار متعدد الأطراف لحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة، معربة عن ثمنيتها لCOP27 بإزالة كل الشكوك المرتبطة بإنقاذ الكوكب. أريد أن أشكر الحكومة المصرية والسيد وزير الخارجية على استضافة COP27، ونحن تعلمنا الكثير من هذه القارة، قارة أفريقيا، ونريد أن نستطيع أن نحقق المزيد من التعاون متعدد الأطراف، وأن يكون لدينا تعاون مع القطاع الخاص أيضا في كيفية حسن إدارة الموارد، ويمكن أن نساعد هذه الدول، وبالتالي يستطيع أن يكون لديهم قدرة أفضل على التعامل مع أموالهم وتحقيق مستقبل أفضل لأطفالهم، وأن يستمعوا للأمم الضعيفة وأعضاء البرلمان، وكيف يمكن أن نعمل معا كقادة. يجب أيضا أن نعرف أننا نتعامل مع التحول. نتمنى لهذا COP27 أن يزيل كل الشكوك المرتبطة ويزيل كل العوائق.